خلينا نروح ل يعني خبر تاني. طالبة هدى رضا، وهي هدى بنت محافظة الدقهلية، قدرها ان هي يعني اصيبت بفشل كلوي وعمرها 9 سنوات، ورغم ظروف مرضها الا انها تحدت المستحيل، وخلال ال9 سنوات اخرى واثناء الاجراء المعتاد للغسيل الكلوي اللي كانت بتمر بيه، بتحصل هدى على الابتدائيه والاعداديه ثم الثانويه العامه. الحقيقه يعني قصه هدى قصه من قصص التحدي الكبير جدا يعني، وده انا يعني عايزه اسمع صوتها وعايزه اتكلم معاها حالا. هدى مساء الخير. هدى رضا رجب البيومي، مساء الخير يا هدى. مساء النور. ما شاء الله صوتك حتى كله طاقه واراده. قولي لي الاراده دي كلها يعني رغم كل اللي انت فيه، لكن قدرتي انت تمشي في طريق العلم وتحققي يعني كل اللي انت بتتمنيه؟ الحمد لله، ده بفضل ربنا ثم وقوف أهلي جنبي. اتفضلي يا هدى. هدى ممكن تسمعيني، أستأذنك من التليفون مش من التلفزيون علشان بيبقى الصوت يعني فيه تأخير شوية. اسمعيني من التليفون أستأذنك. أيوة سمع حضرتك. طيب قولي لي يا هدى، يعني انت مريتي بظروف كتير، الابتدائية والإعدادية كنت طفلة صغيرة لحد الثانوية العامة، التحدي ده كان بيمثل ليكي ايه؟ أول حاجة إنه خلاني أقرب من ربنا وبين لي حاجات كتير أقولها، وأقف أهلي جنبي وكل الناس اللي وقفوا جنبي. طبعا بشكرهم أهلي كلهم أول حاجة، من بعد ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة كانت فترة صعبة جدا وما زالت يعني، بس عندي إيمان وثقة كبيرة بربنا إن أعديها يعني، الحمد لله يعني. انا شايفه صورك يا هدى وعلى الشاشه، وانت طبعا مع كل الـ يعني وانت بتعملي يعني الغسيل الكلوي والمحاليل في ايدك، يعني هي حاجه مش سهله ابدا، ومع ذلك هل كنت بتحسي انه المذاكره والنجاح والاراده هي الحاجه الايجابيه اللي بتديكي الطاقه رغم كل الالام او اللي بتتعرضي لها احيانا؟ الحقيقه انا في بداية السنة كنت تعبانة جدا، وكنت رافضة فكرة المذاكرة وما كنتش عايزة خالص يعني، وكنت كمان عاوزة أجل السنة وما كنتش شايفة إن أنا هقدر خالص، بس حاولت إن أسيبها على ربنا يعني. وناس كتير قالوا لي بقى على ربنا، وفي ناس برضو قالوا لي يعني أجلي، كنت محتارة لحد قريب جدا من اللي هو أأجل ولما أبقى أحسن ولا أكمل في الظروف دي. طب قولي لي يا هدى، بتحلمي تخشي كلية إيه؟ وكنتي بتذاكري إزاي أصلا؟ يعني كلميني عن فترة المذاكرة بالذات الثانوية العامة، الأعصاب ومتابعة والامتحان، وهل فترة الامتحان كان بيبقى عندك فيها غسيل؟ يعني كلميني عن الظروف دي. انا الحقيقه باخد يعني كل ثلاث ايام في الاسبوع، الجلسة بتاخد 3 ساعات ونص، وكنت بحاول استغل وقتي بقى وكنت بحضر حصص اونلاين وكانت وبرضو اختي عندي كانت واقفة جنبي وبتذاكر لي، والحمد لله يعني هي فترة كنتش متخيلة خالص ان اعديها يعني. فجيت قبل الامتحانات كنت ناوية ان اجل اساسا، بس هي كنت عاملة حساب اني ادخل العمليات وكده، فقلت اجل بقى السنة وأدخل السنة الجاية يعني إن شاء الله بعد العملية وكده. بس جت كانت الهيموجلوبين بتاعي 6.5، فاضطرينا نأجل العملية، فقلت أدخل بقى وأسيبها على ربنا وأستغل فترة اللي هو العلاج بتاع الأنيميا يعني. لها قلت لها هبقى عملت العملية وضيعت السنة عليا، كانت حاجة بالنسبة لي صعبة جدا. طبعا الحمد لله طبعا. أنا عديت. طب قولي لي، بتحلمي تخشي كلية إيه؟ أو عايزة تعملي إيه؟ عاوزة أدخل علوم إعاقة أو فنون جميل. فنون جميلة. عايزة إيه في فنون جميلة؟ تخصص إيه نفسك؟ رسم. طيب أنت كنت بتعملي الامتحان في وقت الغسيل الكلوي، يعني كان ليكي لجان خاصة؟ لا كنت بدخل مع زمايلي عادي لجنة عادية، وكنت بخرج من الامتحان أروح الجلسة وتذاكري بقى وأنت بتاخدي الجلسة.
على الجلسة كنت بذاكر، يعني بستغل الوقت 3 ساعات استغل ونص الوقت. كتير. يعني بصي يا هدى، يعني الحقيقة الـ القصة بتاعتك كلها طاقة إيجابية، وأنا متأكدة إنك هتقدري تحققي حاجة رغم كل الآلام ورغم الجلسات اللي بتاخديها، ويا رب نقدر نساعدك بأي حاجة فعلا، وتقدري تخشي الكلية اللي أنت عايزاها. وأحيانا الإرادة نفسها بتبقى أقوى من أي مرض أو أي ضعف، فأنا شايفة إنه الإرادة اللي عندك إنك عديتي رغم كل يعني السنوات دي وقدرتي توصلي للثانوية العامة، إن شاء الله إرادتك تعديكي لكل طموحاتك بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا هدى، الطالبة هدى رضا رجب البيومي، بشكرك شكرا جزيلا. يعني الحقيقة القصص اللي إحنا بنسمعها من شباب، من تحدي، يعني شوفوا بنت صغيرة بتعدي بغسيل كلوي 3 مرات في الأسبوع، وتذاكر وتتعب وتقول أنا قلت بقى طب ما دام مش هعمل عملية أستغل إن أنا أخلص الثانوية العامة، ويبقى في طالب عنده المكتب والبيت وكل حاجة والأهل، ويبقى في نوع من أنواع الدلع. صدقوني الإرادة دايما موجودة في الإنسان، بس المهم إن احنا نستغلها وإن احنا نقدر عليها.